طلبت الأمم المتحدة بتوفير ممرات آمنة للنازحين الهاربين من المواجهات. طائرتان حربيتان أمريكيتان دشنتا حملة الغارات الجوية على مواقع لتنظيم دولة الإسلام. وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن مقاتلات شنت غارتين جويتين على مواقع مدفعية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قرب محافظة أربيل. الهجوم جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي توجيه أوامر بضربات محددة وموجهة، والبيت الأبيض وعد بعدم إرسال وحدات قتالية إلى العراق. ما أن تشكل الحكومة الجديدة فإننا سنحثها على انتهاج سياسة لا تقصي أحدا، بحيث توحد البلاد لمجابهة تهديد تنظيم الدولة. الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتشكيل مثل تلك الحكومة وجهودها لصد تقدم تنظيم الدولة، ولن يشمل ذلك نشر وحدات أمريكية قتالية إضافية في العراق. لم تعد الضربات الجوية على تجمعات مقاتلي الدولة الإسلامية مقتصرة على الجيش العراقي الذي يسعى لترجيح كفة البشمركة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. السقوط السريع لمدن شمال العراق على يد مسلحي الدولة أربك حكومة إقليم كردستان وجعلها تطالب بتوفير أسلحة ثقيلة. أحدث المناطق المستهدفة هي بلدة الخازر شرق مدينة الموصل، وقد انسحبت قوات البشمركة منها إلى بلدة خبات التي تضم مخيم الخازر الذي يعج بالنازحين من مدينة الموصل. تقطعت السبل مرة أخرى بهؤلاء النازحين، فوجدوا أنفسهم مخيرين بين الرمضاء والنار، إما العودة إلى منازلهم أو مواصلة النزوح نحو إربيل. إلى جانب تهجير المسيحيين تعاني الأقلية اليزيدية من ملاحقة عناصر تنظيم الدولة لهم. المحظوظون منهم هربوا إلى مناطق أكثر أمنا، والباقون محاصرون في جبل سنجار من قبل المسلحين. الأمم المتحدة دعت إلى توفير ممرات آمنة للاجئين، وفرنسا قالت إنها مستعدة للقيام بدورها كاملا في حماية المدنيين من فظاعات لا تحتمل، فيما وزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يشدد العقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية، ويعتبر الهجمات المستهدفة للمدنيين جرائم ضد الإنسانية. وتنضم إلينا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ماري هارف نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية. سيدة ماري، لماذا لم تتدخل الولايات المتحدة عندما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من الاستيلاء على الموصل في وجه الجيش العراقي، وتدخلتم عندما أصبح الخطر جديا على قوات البشمركة؟ في شهر يونيو حزيران عندما بدت هذه الأزمة قمنا باتخاذ عدة خطوات. أنشأنا مقرات قيادة مشتركة في بغداد وأربيل، وبدأنا بتغطية استطلاعية استخبارية، وكل هذا العمل الذي قمنا به مع العراقيين أدى إلى ما نقوم به اليوم، وهو على مدى 24 ساعة استطعنا توجيه ضربات جوية لوقف زحف الدولة إلى أربيل وتوفير بعض المساعدات الإنسانية. إذا استمرينا بعملنا ودعمنا العراقيين مع كل الأطراف. إذا لابد أنك توافقين على أن هذا التدخل أتى متأخرا أمام التوسع الذي نشهده من جانب تنظيم الدولة الإسلامية. كلا، على الإطلاق. نحن نعمل وبشكل متساوق مع العراقيين لوقف هذا التهديد وتقديم المساعدات، سواء كان من خلال صواريخ هيلفاير أو معدات عسكرية أخرى لمساعدتهم على مقاومة تنظيم الدولة. لدينا طبعا مراكز لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للذين يتهددهم خطر الجوع في الجبال، وأيضا لكي نوقف زحف الدولة نحو أربيل، حيث هناك وجود أمريكي كبير. ألم يكن سيدة ماري
سيدة ماري، ألم يكن يجدر بالولايات المتحدة أن تتدخل لمنع هذا التوسع ولمنع هذه الأزمة الإنسانية التي حدثت وهذا التهجير الذي طال مئات الآلاف فقط لانتمائهم الديني والعرقي؟ نحن نقدم وما زلنا مساعدات ونعمل مع العراقيين من أجل التعرض لآثار هذه الأزمة الإنسانية ووقف زحف تنظيم الدولة. ليس الأمر كأننا استيقظنا يوم أمس لنشعر بخطر تنظيم الدولة. لدينا أدوات مختلفة نستخدمها، ولكي نكون واضحين، لا يوجد حل عسكري أمريكي على المدى البعيد على العراقيين أن يتقدموا بأنفسهم ويواجهوا هذا التحدي بأنفسهم. كيف سيتقدموا إذا كانوا لا يمتلكون الإمكانيات؟ نحن نساعدهم بالأدوات بشكل مستمر، سواء كان ذلك أسلحة بما فيها أسلحة ثقيلة وصواريخ هيلفاير ومعلومات استخبارية نحصل عليها من استطلاعاتنا الجوية. إذن قدمنا لهم المساعدات. إنه قتال صعب، ولكن من الصور التي ترونها على شاشتكم لابد أن يعرف المشاهد كم العملية صعبة، ولكننا سنستمر في ذلك. شكرا لك ماري هارف، نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن.